بمناسبة الفنانة سميرة، متابع انها يعني متوهجة اليومين دول اعمال سميرة حلو. فنانة شاطرة وذكية جدا جدا. وسميرة فيها ميزة ان هي صوتها طرب ودلع في نفس الوقت، فبتوصل لك الاحساس بطريقة لابقة سلسة سهل الممتنع، يعني مش بتديك دوز طرب جامد قوي ولا دلع قوي قوي، يعني عارف بتحطه في قالب الخفة الظل او خفة، فتلاقي ان انت حتى في الدراما بتاعتها مش هتنزل عنك والغريب عن البيت، هتلاقي برضو فيها النبرة اللي هي فيها يعني زي ما تقول صوت ذكي، بتعرف تدير صوتها كويس. وحضرتك ده يمكن استشفيت ده من البداية، انت اللي قدمتها؟ يعني مش قدمتها، اللي حصل ان انا فايزة الله يرحمها فايزة احمد كلمتني في يوم من الايام وقالت لي عايزة عندي مطربة، كنت شفتها في الاستوديو مع عبد الحليم واحنا بنسجل الفتاة جنبنا، فجت هي والدها استاذ عبد الوهاب كان في الكنترول، وحليم جه عرفنا بقى عليها، لا دي ما بتسيبناش في المغرب مش عارف ايه وبتاع، ومطربة لسه صغنطوطة يعني. راحت ليام وجت فايزة كلمتني قالت لي انا عندي واحدة من المغرب اسمها سميرة، قلت لها ده شفتها قبل كده في الاستوديو، قالت لي والنبي الله يخليك هبعتها لك وشوف تعمل ايه معاها ايه. فلقيت اللكنه المغربيه متاثره فيها قوي قوي، بدات بقى قلت لها لازم تتفرج على المسلسلات كذا وتكلم مصري عشان الغنى اللي هتغنيها غنى مصري، ما ينفعش المد في السكون والحاجات دي انت عارف هتبقى مشكله. قعدت بقى جبت لها افلام في اتش اس كده تتفرج على مسلسلات وافلام وكوميديا بتاعت، ما حاولتش هي تعلمك اللهجه المغربيه؟ رحت المغرب كذا مره بقى، بس اكيد لقط يعني القط طبعا اكيد، بقول لك انا كده بهزر يعني الهضره بتاعتهم قصح بالذات الهضره بتاعتهم ايوه بالذات انا بعرف مغربي برضه والله ما دام مغربيه لا 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 طيب المهم يعني كانت كانت ذكيه بينها بتلقط بسرعه، فاخدت مشوار طويل خدته باسرع ما يمكن، عشان كده ده ذكاء لوحده. وحضرتك لحنت لها عشاء ولو كان عمري في ايديك وحاجات بقى للمغرب اللي هو مثلا عيد الشباب اوكي للملك الحسن الثاني حاجات كده حاجات وافراح للسعوديه يعني بنت الامير نايف عبد العزيز مش عارف ايه كذا جواز، فيعني كان في نشاط داخل وخارج.